هنبدأ نكمل كلامنا عن موضوع system properties، وفضل لنا فيهم time invariance وموضوع linearity. لو بدأنا نتكلم على موضوع time invariance، بيقول لك system is said to be time invariant لو سلوكه وكاركترستكس بتاعته لا تتغير بمرور الزمن. ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو اجريت تجربتين بنفس الكونديشنز في وقتين مختلفين هتحصل على نتيجتين متطابقتين، هتحصل على نتيجتين ايه؟ متطابقتين. بينما لو انت اجريت تجربتين بنفس الكونديشنز على نفس السيستم في وقتين مختلفين وحصلت على نتيجتين مختلفتين، يبقى السيستم بتاعك هيتقال في الحاله دي عليه ان هو تايم فاريانت. طيب الكلام ده يترجم ازاي في مجال السيجنالز اند سيستمز؟ بيتقال عليه ان السيستم از تايم انفاريانت لو عملت تايم شيفت في الانبوت سيجنال وادى ذلك الى ذا ايدنتيكال تايم شيفت في الاوتبوت سيجنال. ايدنتيكال دي تشمل معنى ان متطابقتين في القيمه والاشاره، متطابقتين في القيمه والايه والاشاره. يبقى معنى الكلام ده ان انا لو انا عملت او حصل عندي تايم شيفت في الانبوت يحصل نفس التايم شيفت بنفس القيمه بنفس المقدار، اقصد بنفس الاشاره في الاوت. الكلام ده لو انا جيت اشيك بقى، لو انا عايز احدده باستراتيجيه عشان اثبت او اعمل تشيكينج لاي سيستم اذا كان هو بيتحقق فيه الخاصيه دي ولا لا، فانا هفترض جدلا ان انا عندي انبوت اولاني اكس 1 دخل على السيستم هيطلع لي واي 1، يبقى لو دخلت اكس 1 هيخرج واي 1. طيب لو دخلت اكس 2 هيخرج واي 2، بس بشرط ان يكون الاكس 2 دي هي الاكس 1 بس متشفته بمقدار معين. يبقى لو السيستم بتاعي تايم انفاريانت هلاقي ان النتيجه دي هي دي متشفته. طب انا اثبت ازاي ان واي 2 هي واي 1 متشفته؟ اول حاجه هجيب واي 2 كفانكشن في اكس 1 وهسميها اي، هجيب واي 2 كفانكشن في اكس 1 واسميها اي، وبعدين هجيب واي 1 متشفته واسميها دبل اي. لو نتيجه الاي والدبل اي طلعوا متطابقتين يبقى السيستم بتاعي بيحقق خاصيه التايم انفاريانت، لو النتيجتين مختلفتين هيبقى السيستم بتاعي لا يحقق هذه الخاصيه، واذا السيستم بتاعي هيتقال عليه تايم فاريانت. طيب ما تيجي نشوف امثله ونطبق الاستراتيجيه بتاعت الحل دي عليهم. اول مثال بيقول لك لو انت عندك واي اوف تي تساوي ساين اكس اوف تي، مش 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 ساين تي، لا ساين اكس اوف تي نفسها، عايز الاكس اوف تي هي الانبوت والواي اوف تي هي الاوتبوت، ودي بنقول عليها السيستم ايكويشن، بنقول عليها السيستم ايه؟ ايكويشن. تعال نشوف مساله زي دي ممكن نحلها ازاي. يبقى اذا المثال الاولاني بتاعنا الاكزامبل رقم 1 بيقول ان انت عندك y of t بتساوي sin x of t، دي السيستم ايكويشن، يبقى عليها السيستم ايه؟ ايكويشن. وهو بيسالني بيقول لي هل السيستم ده تايم انفاريانت ولا مش تايم انفاريانت؟ هو بيسالني. يبقى اذا اقول له السوليوشن هيبقى واحد في كل الاحوال، السوليوشن هيبقى واحد في كل الايه؟ الاستراتيجيه الحل هتبقى ثابته في كل الاحوال. تعال نشوف الاستراتيجيه بتاعتنا هتبتدي منين. قال لك اول حاجه هنفترض، هقول له ليت ان انا عندي انبوت اسمه اكس 1 اوف تي دخلت على السيستم بتاعنا اللي احنا هنسميه اس، هيطلع ايه؟ دخل اكس 1، لما بيخش اكس بيخرج واي، طب لو دخل اكس 1 هيخرج واي 1، يبقى واي 1 اوف تي بتساوي، اجيبها منين واي 1؟ اجيبها من السيستم ايه؟ ارجع كده تاني للسيستم ايكويشن اشوف، لما دخلت اكس خرجت واي، يبقى اذا لو دخلت اكس 1 هتخرج واي 1، يبقى الواي 1 بتساوي ساين اكس 1 اوف تي. تمام؟ طيب وهسمي الايكويشن دي نمبر 1، هسميها الايكويشن نمبر 1. وعندي هقول له اند ليت كمان بالمره، هقول له ليت ان الاكس 2 اوف تي دخلت على السيستم اس هتخرج ايه؟ هتخرج واي 2 برضه، واي 2 اوف تي اللي هي تساوي كام؟ برضه نفس الكلام، لما دخلت اكس خرجت واي، لما دخلت اكس 1 خرجت واي 1، لما دخلت اكس 2 هتخرج واي 2، يبقى اذا ساين هتبقى الواي 2 هتبقى ساين اكس 2 اوف تي.
وهنسمي الايكويشن دي رقم 2. طب بس الفرضيه الوحيده اللي ناقصه ان انا هقول له ان الاكس 2 دي ما هي الا اكس 1 بس متشفته، يعني تي ناقص تي نود واخده تايم شيفت معين. طيب المطلوب مني بقى دلوقتي، هل بقى الواي 2 دي هي الواي 1 متشفته ولا لا؟ تعال نشوف، هي الواي 2 فانكشن في مين؟ في اكس 2، والواي 1 فانكشن في اكس 1. يبقى عشان اشوفهم متساويين ولا لا يبقى لازم اوحد، اخلي الرايت هاند سايد متساوي عشان اثبت ان الليفت هاند سايد متساوي. يبقى اذا انا عاوز اول حاجه اعملها، انا عايز الواي 2 كفانكشن في الاكس 1، وبعد كده عايز اجيب الواي 1 متشفته، وهشوف النتيجتين في الحالتين هيتساوايا ولا لا. يبقى اذا لو انا عايز اجيب الواي 2 بدلاله اكس 1 هي بدلاله اكس 2. طب ما اكس 2 اهي بيقول لك، او تقدر اكس 2 اوف حاجه اوف تي تساوي اكس 1 وفي نفس الحاجه متشفته بمقدار تي، يعني هتشيل كل تي وتحط وتجيب مكانها، ها مش هتشيل كل تي بقى، يبقى اكس 2 اوف تي بتساوي اكس 1 اوف تي ناقص تي نوب. طب هي هنا ايه؟ هي اكس 2 اكس 2 اوف تي زي ما هي، يبقى اقدر اقول له كده اذا واي 2 اوف تي بتساوي يلا ساين زي ما هي، هشيل بقى اكس 2 دي واحط قيمتها اللي هي تساوي كام؟ اكس 1 متشفته، يبقى دي بتساوي اكس 1 اوف تي ماينس تي نوب، وهسمي دي قلنا هسميها اي، هسميها ايه؟ الايكويشن رقم اي. طيب انا بقى اللي فاضل لي ان انا عايز اجيب واي 1 متشفته، يبقى اقول له كده واي 1 اوف تي ناقص تي نوب. اجيبها منين؟ اجيبها من معادله الواي 1، ومعادله الواي 1 اهي بقول لك معادله الواي 1 واي 1 اوف تي تساوي ساين اكس 1 اوف تي. طيب لو انا شلت التي دي وحطيت مكانها تي ماينس تي نود، يبقى هتشيل برضو كل تي في الرايت هاند سايد وتحط نفس المقدار، يبقى لو غيرت تي دي هتغير كل التيهات اللي زيها بالظبط في الرايت هاند سايد، في الرايت هاند سايد مفيش الا تي واحده بس. يبقى لو شلت دي وحطيت التي وحطيت مكانها تي ماينس تي نود في الليفت هاند سايد، يبقى اذا هتشيل برضو التي وتحط مكانها تي ماينس تي نود في الرايت هاند سايد، يبقى ده بيساوي الواي 1 بتساوي ساين ها اكس 1، وهشيل التي واحط مكانها تي ماينس تي نوت زي ما هي، يبقى اذا وهسمي دي دبل اي. بص كده الاي والدبل اي، الساين هي الساين، والاكس 1 هي الاكس 1، والتي ماينس تي نوت هي تي ماينس تي نوت. يبقى لما يكون عندي تو ايكويشنز الرايت هاند سايد بتاعهم متساوي، يبقى الليفت هاند سايد متساوي ولا لا؟ يبقى اذا اقدر اقول له كده اذا الواي 2 اوف تي طلعت هي الواي 1 متشفته بنفس المقدار ده انا كنت شفت بيه الانبوت بتاعي، واذا اقول له اذا ذا سيستم از تايم انفاليد. تايم ايه؟ انفاليد. طيب ما تيجي نشوف مثال تاني، تعال نشوف مثال كمان. المثال التاني مثلا هناخد المثال الاخير ده مثلا y اوف t تساوي x اوف 2 t، x اوف ايه؟ اوف 2 t. طيب تعال نشوف المثال ده ممكن نحله ازاي. لو انا هاخد المثال ده هنقول المثال التاني كان بيقول عندي y اوف t بتساوي ها نرجع كده ليها تاني عشان ما نغلطش، او x اوف 2 t تساوي x اوف ايه؟ x اوف 2 t. دي السيستم ايكويشن. طيب يلا بقى نشوف هو عايز يثبته اذا كان تايم انفاريانت ولا لا، فهقول له السوليوشن على طول بنفس بقى نفس الاستراتيجيه هنتبعها في كل المسائل. ايه نفس الاستراتيجيه؟ هقول له والله ليت ان انا عندي انبوت اسمه x1 اوف t دخل على السيستم بتاعي اللي انا هسميه مؤقتا s، لو دخلت x بتخرج y، يبقى لو دخل x1 هيخرج ايه؟ y1 اوف تي. اجيب y1 منين؟ من السيستم ايكويشن. يبقى لما دخلت x طلعت y، لما دي تبقى x1 دي هتبقى y1، يبقى اذا الواي 1 الواي 1 اوف تي بتساوي x1 اوف 2 تي، اللي x1 اوف ايه؟ اوف 2 تي. وبعدين هقول له اند ليت كمان ان انا عندي انبوت تاني اسمه x2. احنا قلنا لو دخلت x يخرج y، لو دخلت x1 يخرج y1، طب لو دخلت x2 على السيستم نفسه هو يخرج y2 اوف تي. اجيبها منين برضو؟ ارجع اجيبها من السيستم ايكويشن، لما دخلت x خرجت y، لما دخلت x1 خرجت y1، لما لو دخلت x2 يخرج y2، يبقى y2 بتساوي x2
اوف 2 تي. حلو جدا. طيب بس الفرضيه الوحيده اللي ناقصه ان انا هفرض ان الاكس 2 هي هي الاكس 1، يبقى هي هي الاكس 1 بس متشفته تي ناقص تي نوت. يبقى اذا كل اللي انا مطلوب مني ان انا اعمله دلوقتي ان هحاول اثبت ان الواي 2 اوف تي هل هي هي الواي 1 متشفته ولا لا. بس زي ما رجعنا نشوف دي فانكشن في اكس 2 ودي فانكشن في اكس 1، يبقى لازم اخلي الرايت هاند سايد في نفس الفاريبل. يبقى اذا اسهل حاجه ليا ان انا هشيل اكس 2 واجيبها بدلاله اكس 1. خد بالك بص كده اجيبها منين؟ الاكس 2 اوف حاجه اوف بطيخه اوف ايا كان الرقم اللي هحطه هنا بتساوي اكس 1 اوف نفس الحاجه ماينس تي نوت. طب لو الحاجه دي اسمها 2 تي برضه، يبقى لو شلت التي دي وحطيت 2 تي في الليفت هاند سايد هتشيل تي وتحط 2 تي في كل الرايت هاند سايد هو كمان. يبقى اذا اقدر اقول له ان الواي 2 اوف تي بدلاله الاكس 1 بتساوي، يبقى هتشيل بقى انت الاكس 2 دي وتحط قيمتها. القيمه بتاعتها اهي اكس 2، بس خد بالك دي اوف 2 تي دي اوف تي، هي اكس 1 اوف تي بتساوي اكس 2 اوف تي بتساوي اكس 1 اوف تي ناقص تي نوت. طيب لو شلنا التي دي وحطينا مكانها 2 تي، يبقى اذا هشيل كل تي واحط مكانها 2 تي، يبقى بتساوي اكس 1 اوف 2 تي ناقص تي نوت، وهسمي دي الايكويشن رقم اي. طيب هجيب بقى الواي 1 متشفته، يبقى اقول له كده الواي 1 بدل تي هقول تي ماينس تي نوت تساوي كام؟ اروح اجيبها منين؟ اجيب دي منين؟ اجيبها من معادله الواي 1. معادله الواي 1 بتقول ان الواي 1 اوف حاجه بتساوي اكس 1 اوف 2 الحاجه. طب لو الحاجه دي اسمها تي ماينس تي نوت، يبقى لو شلت التي دي وحطيت مكانها تي ماينس تي نوت، يبقى هتشيل برضو كل تي في الرايت هاند سايد وتحط مكانها نفس القيمه، يبقى بتساوي ها اكس 1 اوف 2 مضروب في الحاجه. خد بالك التي دي هي كل ما بين القوسين، كل ما بين القوسين هنا تي ماينس تي نوت مش تي، يبقى اذا 2 في الحاجه اللي بين القوسين، الحاجه اللي بين القوسين كام؟ تي ماينس تي نوت، يبقى كده هضربها في تي ناقص تي نوت. يبقى اذا لو جيت افك الايكويشن دي او المعادله دي هلاقي انها عباره عن اكس 1 ها 2 تي ناقص 2 تي نوت، وهسمي الايكويشن دي دبل اي، هسميها ايكويشن ايه؟ دبل اي. وانا بقى هسال نفسي فروم الايكويشن اي اند الايكويشن دبل اي، هل ان الواي 2 بتاعتي اوف تي بتساوي، ده سؤال اهو، بتساوي الواي 1 متشفته تي ماينس تي نوت؟ اقول له لا ده مش متحقق. يبقى اذا لم لا يتساويا، لا ايه لا يتساويا، يبقى اذا السيستم بتاعي ذا سيستم ما هوش تايم انفاريانت، وبالتالي بنقول عليه ايه؟ از تايم فاريانت. تايم ايه؟ فاريانت. يبقى احنا شفنا مثال ليه ان يطلع تايم انفاريانت، وشفنا مثال ان هو ما طلعش تايم انفاريانت. طبعا تقدر تعمل المثال التالي بسهوله جدا وبنفس الكلام زي ما احنا عملنا بنفس الاستراتيجيه بالظبط. تعال نشوف الخاصيه اللي بعد كده، بيقول لك والله في حاجه اسمها خاصيه اللينياريتي. ايه خاصيه اللينياريتي؟ بالعربي الخطيه، ان السيستم بتاعي تبقى العلاقه بتاعته علاقه خطيه. العلاقه اللينير معناها ايه؟ معناها ان السيستم بتاعي لو دخل عليه اكس 1 يخرج واي 1، ولو دخل اكس 2 يخرج واي 2، هيبقى لينير. لو انا جيت الانبوت بتاعي بدل اكس 1 واي على حده لوحده واكس 2 لوحده على حده، لا هعمل ايه منه؟ لينير كومباينيشن. اعمل منه ايه؟ لينير كومباينيشن. يطلع الاوتبوت بتاع اللينير كومباينيشن هو نفس اللينير كومباينيشن من مين؟ من الاوتبوت. طيب انت كده توهتنا، يعني ايه لينير كومباينيشن؟ قال لك والله ناخدها واحده واحده، اللي هو ايه؟ قال لك يبقى لو انت هتفترض عندك او لقيت عندك ان اكس 1 خرجت واي 1 واكس 2 خرجت واي 2، يبقى اذا لو لقيت ان في خاصيه الخاصيتين دول متحققين مع بعض، اللي هم الاديتيف بروبرتي، ان انت لو جمعت الاثنين انبوتس دول مع بعض يخرج الاوتبوت بتاعهم، طالما دخلته على نفس السيستم اس هو المجموع الاوتبوتس دول، يبقى لو دخل المجموع دول يخرج مجموع الايه؟ دول. تمام؟ ده معنى كلمة الاديتيف بروبرتي. يبقى دي أول خاصية لو تحققت، وتحقق معاها حاجة تانية بنسميها السكيلينج أو الهوموجينيتي بروبرتي، معناها إيه؟
ان لما يكون اكس واحد بتخرج واي واحد، لو اكس واحد دي انضربت في كونستانت اسمه ايه؟ يطلع الاوتبوت مضروب في نفس الكونستانت اللي هو اسمه ايه؟ دي بنسميها الهوموجينيتي بروبرتي. يبقى لو ضربت الانبوت في كونستانت يطلع الاوتبوت مضروب في نفس الايه؟ الكونستانت. الخاصيتين دول لما بينجمعوا مع بعض بنقول عليها السوبر بوزيشن بروبرتي، اللي هي ان انا بعمل بنسميها لينير كومباينيشن من الانبوتس. يعني بضرب الانبوت الاولاني في كونستانت وبضرب الانبوت الثاني في انذر كونستانت واجمعهم او اطرحهم مع بعض، يبقى ده بنسميه لينير كومباينيشن من الانبوتس. يطلع الاوتبوت بتاعهم لو دخل على نفس السيستم اس هو نفس اللينير كومباينيشن بس لمين؟ للاوتبوت. يعني ايه؟ يعني الاوتبوت الاولاني ينضرب في نفس الكونستانت الاولاني والاوتبوت الثاني ينضرب في نفس الكونستانت الثاني. تمام؟ لو لقيت ان ده متحقق يبقى السيستم بتاعي بيتقال عليه في الحاله دي لينير، والاستراتيجيه بتاعت الحل هتبقى مشابهه تماما لموضوع التايم فاريانس. ودي هنفترض جدلا ان انا لو دخل عندي اكس واحد على السيستم اس وخرجت واي واحد، ودخلت كمان اكس اتنين وهتطلع واي اتنين. هفترض جدلا، هعمل فرضيه ثالثه، ان لو دخلت اكس 3 هتخرج واي 3، بس الشرط الوحيد ان الاكس 3 دي تبقى لينير كومباينيشن من التو انبوتس السابقين لها. يبقى لينير كومباينيشن يعني ايه؟ يعني هضرب الانبوت الاولاني في كونستنت وهضرب الانبوت الثاني في انذر كونستنت واجمعهم او اطرحهم ايه؟ من بعض. فده بنسميه الاكس 3 هي لينير كومباينيشنز من التو انبوتس دول، من التو انبوتس ايه؟ دول. وبعدين هيطلع الواي 3. السؤال بقى، هل الواي 3 دي هي هتبقى نفس اللينير كومباينيشن من التو اوتبوتس اللي سبقوها ولا لا؟ يبقى اذا هلاقي ان الواي 3 هي فانكشن في الاكس 3، ودي فانكشن في الاكس 1، ودي فانكشن في الاكس 2. يبقى اول حاجه اعملها ان انا هجيب واي 3 دي كفانكشن في الاكس 1 واكس 2 واسميها اي. والخطوه اللي بعد كده ان انا هعمل لينير كومبينيشن زي ما عملت اللينير كومبينيشن ده، اعمل الاوتبوتس دول واقارن النتيجه واسميه دبل اي، واقارن النتيجتين ببعض. لو النتيجتين متساويتين يبقى السيستم بتاعي هيتقال عليه لينير، لو النتيجتين مختلفتين هيبقى السيستم بتاعي ما هواش لينير. طب ما تيجي نشوف امثله ونحلها ونشوف النتيجه بتاعتها، او نطبق عليها الاستراتيجيه اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي، ونشوف هل هتبقى متحققه وهتبقى فيه سهوله ولا الدنيا هتبقى فيها صعوبه. تعال نشوف المثال الاولاني بيقول ايه. بيقول عندك y of t بتساوي t مضروبه في x of t. احنا السيستم ده شفناه قبل كده في موضوع الاستابيليتي وشفناه ان هو مش ستيبل. ده تعال نشوفه بقى ان المره دي هو لينير ولا مش لينير. تعال نشوف انه كان لينير في لينيرتي ولا ما هواش لينير. يبقى هنشوف المثال الاولاني في موضوع اللينيرتي. بيقول لك والله y of t بتساوي t multiplied by x of t. دي بنسميها السيستم ايه؟ equation. بنسميها السيستم ايه؟ equation. طيب يبقى السوليوشن، يبقى لو هو بيسالني اذا كان السيستم ده لينير ولا لا، هيبقى طريقه الحل واحده. ايه هي؟ هقول له let ان انت عندك x واحد دخلت على السيستم s هيطلع مين؟ y واحد. ولو دخلت x اتنين برضه هتخرج y اتنين، بس مع ما وجود ان الاكس واحد هي اكس اوف تي والاكس اتنين هي اكس اوف تي والواي واحد هي واي واحد اوف تي والواي اتنين هي واي اتنين اوف تي. طيب اجيب الواي واحد والواي اتنين منين؟ من السيستم ايكويشن. يبقى لما دخلت اكس خرجت واي. طيب لو دخلت اكس واحد يخرج واي واحد، يبقى اذا الواي واحد بتساوي تي في اكس واحد اوف تي. يبقى الواي واحد بتساوي تي في اكس 1 اوف تي. طيب والواي اتنين هي نفس الطريقه، هتبقى تي في اكس 2 اوف تي. وبعدين هقول له اند ليت ان في انبوت تاني دخل عليهم اسمه اكس 3 اوف تي، دخل على نفس السيستم اس، هيدخل على نفس السيستم ايه؟ اس. يبقى لو دخلت اكس 1 خرجت واي 1، لو دخلت اكس 2 هتخرج واي 2، لو دخلت اكس 3 هيخرج واي 3، هيخرج واي ايه؟ 3، اللي هو ايه علاقته بالاكس 3؟ اللي هو بتساوي تي في الاكس 3 اوف تي. بس مع وجود الفرضيه ان الاكس 3 دي هي لينير كومباينيشن من التو انبوتس السابقين لها، يبقى هنضرب الاولاني في كونستنت وهنضرب الثاني في انذر كونستنت مع وجود التي في كل الاحوال اهو. يبقى ده بنسميه ده لينير كومباينيشن من التو انبوتس السابقين لها.
طيب يبقى اذا الخطوه اللي جايه او الخطوتين اللي جايين هيبقى ان انا بقى دي فانكشن في الاكس 3 والاثنين دول فانكشن في الاكس 1 والاكس 2، يبقى انا هحاول اوجد الواي 3 دي فانكشن في الاكس 1 والاكس 2 هما كمان. يبقى اذا هشيل الاكس 3 دي واحط قيمتها، اجيبها منين اكس 3؟ فين الايكويشن بتاعت اكس 3؟ اهي. يبقى الايكويشن بتاعت اكس 3 يبقى اكس 3 اوف حاجه بتساوي ايه؟ اكس 1 وفي نفس الحاجه بلس اكس 2 بلس بي اكس 2 في نفس الحاجه برضه. يبقى لو شلت التي دي وغيرتها هتشيل التي دي وتغيرها، هتشيل التي دي وتغيرها. طيب هي هنا ايه؟ هي اكس 3 اوف تي زي ما هي. يبقى اذا اقدر اقول له كده ان واي 3 اوف تي بتساوي تي مضروبه في، يلا شيل بقى اكس 3 دي وحط القيمه دي كلها اللي هي هتبقى ايه؟ اكس 1 اوف تي بلس بي اكس 2 اوف تي. تمام. يبقى اذا اقدر اعمل عمليه توزيع، اعاده توزيع. يبقى ده بيساوي a في t اكس 1 اوف t بلس b، هضرب برضو t دي في الجزئيه الثانيه، يبقى t مضروبه في اكس 2 اوف t. لو انت جيت تشوف كده هي t اكس 1 اوف t مش دي واي 1، يبقى اذا اقدر اشيلها كده اقول ان ده a واي 1 اوف t، صح كده؟ اقدر ولا ما اقدرش؟ يبقى اذا اقدر اشيل الكميه دي اللي هي تي مضروب في اكس 1 اوف تي، اهي نفس القيمه بالظبط اهي. يبقى تي اكس 1 اوف تي دي بتساوي واي 1 اوف تي. يبقى لو شلتها على بعضها احط مكانها واي 1 زائد بي، اشوف كده تي في اكس 2 اوف تي، تي في اكس 2 اوف تي مش هي دي؟ هي دي بالظبط. يبقى اقدر اشيل تي اكس 2 اوف تي واحط مكانها مين؟ واي 2. يبقى دي بي مضروب في الواي 2 اوف تي. الله، ده طلع نفس اللينير كومباينيشن من الاوتبوتس، هي هي. يبقى الواي 3 اللي هي دي الواي 3 اوف تي طلعت هي نفس اللينير كومباينيشن للتو اوتبوتس السابقين لها. مين نفس اللينير كومباينيشن؟ اهو اللي انا كنت افترضته اللي هو A في الانبوت الاولاني بلس B في الانبوت الثاني. طلع الناتج A في الاوتبوت الاولاني بلس B في الاوتبوت الثاني. الاشاره هي هي ما اتغيرتش، والتو كونستنت طلعوا هم هم ما اتغيروش، الاي والبي ما اتغيروش. يبقى نفس اللينير كومباينيشن، وبالتالي اقول له اذا ذا سيستم بتاعي، ذا سيستم از ايه؟ از لينير. السيستم بتاعي يبقى في الحاله دي ايه؟ از لينير. طيب المساله دي تبدو سهله، تبدو ايه؟ سهله. تعال نشوف مساله فيها صعوبه ونشوف ممكن نحلها ازاي. موضوع الاكس سكوير باين قوي ان هي لما تيجي تفك السكوير بتاع المجموع هيطلع لك ترمات ما كانتش موجوده، فده في يعني واضح جدا ان ده هيطلع مش لينير. تعال نشوف مساله اصعب اللي هي دي، دي انا في وجهه نظري هي اصعب. تعال نحلها سوا ونشوف النتيجه بتاعتها ممكن تتحل ازاي، او السيستم ده ممكن نشيك عليه ازاي. يبقى بيقول لك الواي اوف ان بتساوي الريال بارت اوف اكس اوف ان. الريال بارت دي خد بالك، الريال بارت معناها ايه؟ ان لو ده كومبلكس انا ماليش دعوه بالجي في القيمه المضروبه في الجي. تعال نشوف المساله دي ممكن نحلها ازاي بالراحه كده. يبقى الاكزامبل الثاني بيقول لك والله انت عندك واي اوف ان، عندك واي اوف ان بتساوي الريال بارت ل اكس اوف ان. طيب دي هتبقى مين؟ دي السيستم ايكويشن. طيب لو انا عايز اثبت ان هو لينير ولا لا، هقول له السوليوشن اجيبه منين؟ سوليوشن انا لا امتلك سوى ما تمتلكه انت، اللي هو ايه اللي امتلكه انا وانت؟ اللي هو الديفينيشن، اللي هو الاستراتيجيه بتاعت الحل. يبقى انا هقول له ليت، هقول له افترض ان عندي اكس 1 اوف ان دخلت على السيستم اس، هتخرج ايه؟ لو دخلت اكس بتخرج واي، يبقى لو دخلت اكس 1 هيخرج واي 1، يبقى هيخرج واي 1 اوف ان اللي هي بتساوي الريال بارت للاكس 1 اوف ان. تمام. طب لو دخلت اكس 2، اكس 2 اوف ان هيخرج برضه لو دخلت على السيستم اس، يبقى لو دخلت اكس هتخرج واي، لو دخلت اكس 1 خرجت واي 1، يبقى لو دخلت اكس 2 هيخرج واي 2 اوف ان اللي هي تتبع برضه السيستم ايكويشن اللي هي بتساوي الريال بارت للانبوت اللي هو هيبقى اكس 2 للريال بارت اكس 2 اوف ان. طب لو انا هقول له اند ليت ان في انبوت جديد اسمه اكس 3 اوف ان،
لو دخل لو بس بشرط ان هو بيساوي لينير كومبينيشن من التو انبوتس السابقين له اللي هو a مضروب في x1 اوف n بلس b انذر كونستنت مضروب في الانبوت الثاني اللي هو x2 اوف n. لو دخل على السيستم اس لو الانبوت ده اللي هو x3 دخل على السيستم اس يطلع ايه؟ قلنا والله اهو لو دخل x يخرج y، لو دخل x1 يخرج y1، لو دخل x2 يخرج y2، لو دخل x3 يخرج y3. يبقى ال y3 هي الريال بارت لمين؟ للانبوت بتاعي. يبقى ال y3 اللي هتخرج في الحاله دي اوف n بتساوي الريال بارت لل x3 اوف n، الريال بارت لل x3 اوف ايه؟ اوف n. طيب لحد هنا وانا بقى المطلوب مني اشوف هل النتيجه دي الواي 3 دي هي نفس اللينير كومبينيشن ده للاوتبوتس السابقين لها ولا لا؟ طب هي دي فانكشن في مين؟ في الاكس 3 ودي فانكشن في مين؟ في اكس 2 ودي اكس 1. يبقى اذا لازم اشيل الاكس 3 دي واجيبها بدالة اكس 1 اند اكس 2 وساعتها اقدر اقيم بقى اذا كان هو ده نفس اللينير كومبينيشن ولا مش نفس اللينير كومبينيشن. بس انا عندي مشكله ليه؟ وجود الرمز اللي هو الريال بارت ده. يبقى الوجود ده تعال نشوف الاول. يبقى اذا الواي 3 اهو هشيلها كده الواي 3 اوف ان. لو انا شلت الاكس 3 احط كام؟ احط القيمه بتاعتها كلها اكس 3 اوف ان اهي زي ما هي هشيلها واحط مين؟ القيمه دي كلها. يبقى اذا بتساوي الريال بارت لي ها a مضروب في اكس 1 اوف ان زائد b في الاكس 2 اوف ان. طيب الريال بارت للجزئيه دي زائد الجزئيه دي مع بعض انا اعرف من خواص الاعداد الكومبلكس نمبرز ان لو انا عندي عددين مجموعين على بعض الريال بارت بتاعهم هيبقى بتاع المجموع هيبقى الريال بارت الاولاني زائد الريال بارت الثاني. بس الكلام ده امتى؟ اذا كانت الاي والبي دول ريال. بينما لو الاي والبي مش ريال ساعتها هتبقى في مشكله. يبقى اذا لحد الجزئيه دي هيبقى الحل مقسوم لنصين. لو الاي والبي ار بوث ريال هيبقى لها حل، والحل الثاني لو ان واحد منهم على الاقل ما هواش ريال. هنفترض مثلا ان لو الاي بتساوي جي مثلا، يبقى الحلين دول لازم تذكرهم حضرتك. ليه؟ لانك لازم لما تيجي تشيك على المساله لازم تذكرها له بكل احتمالاتها. طيب تعال نشوف لو الاي والبي ريال يبقى كيس نمبر 1. الكيس نمبر 1 ايه هي؟ الكيس الاولانيه ان يكون الاي اند بي ار بوث ريال. لو الاثنين ريال في الحاله دي معناها ايه؟ من لو ان ده مثلا 5 أو 6 وده كمان 3 أو 4 وناقص 5 أو 6 ايا كان. واذا في الحالة دي ان الريال بارت بتاع العدد الكومبلكس مضروب في قيمة ريال وعدد كومبلكس اخر مضروب في عدد في رقم ريال اخر، في الحالة دي هقول ان اذا الواي 3 اوف ان بتساوي الريال بارت للاولاني لوحده اللي هو ايه في اكس 1 اوف ان زائد الريال بارت للجزء الثاني اللي هو بي في الاكس 2 اوف ان. يبقى ده بيساوي الاي في الريال بارت لاكس 1 اوف ان بلس البي في الريال بارت للاكس 2 اوف ان. لو انت جيت شفت الريال بارت لاكس 1 اوف ان هو مين؟ لو انت جيت بصيت عليها كده الريال بارت لاكس 1 اوف ان اهو فوق خالص اهو الريال بارت للاكس 1 اوف ان هو الواي 1 اوف ان. يبقى لو انت شلت الريال بارت لاكس 1 اوف ان تقدر تحط مكانها مين؟ الواي 1 اوف ان. يبقى ده بيساوي a في الواي 1 اوف ان زائد لو انت شفت الريال بارت لاكس 2 اوف ان مين هو ده؟ الريال بارت للاكس 2 اوف ان هو الواي 2 اوف ان. يبقى اذا اقدر اشيله واحط مكانه الواي 2 اوف ان بس البي هتنزل زي ما هي. يبقى الريال بارت للاكس 2 اوف ان هو الواي 2 اوف ان.
يبقى في الحالة دي طلع لي ان لو الاثنين دول ريال، لو الاي والبي ريال هيطلع لي ان السيستم ده، يبقى اذا ذا سيستم في الحالة دي السيستم هيبقى لينير، يبقى السيستم بتاعي ايه؟ لينير. طيب دي الحالة الاولى. طيب لو هو لو واحد منهم على الاقل كومبلكس مثلا زي الاي بتساوي الجي، يبقى الكيس الثانية دي الكيس الاولى. تعال نشوف الكيس الثانية. الكيس الثانية اللي هتبقى كيس دبل اي، اللي هتبقى ان اف اي بتساوي جي، ايه اللي يحصل؟ والله هقول لك، تعال نشوف بقى، هقول لك ريكول كده، افتكر معايا ايه. افتكر ايه؟ ان لو انت عندك عدد كومبلكس اسمه زي بتساوي مثلا ام بلس جي ان، وجيت ضربت العدد الكومبلكس ده في جي بيساوي كام؟ هيساوي جي ام، هضربه في الاولاني، ماينس ان. ايه اللي حصل؟ ان العدد الريال بقى هو الكومبلكس، بقى هو الايماجينري بارت، الريال بارت يبقى هو بقى القلب، بقى الايماجينري بارت، والايماجينري بارت بقى ناقص الريال بارت. تمام، بقى ناقص ايه؟ الريال بارت. هنا كانت بلس ان، هنا بقت ناقص ان. يبقى الريال بارت اوف زي في الحاله دي هو هيبقى ان، بينما الريال بارت اوف جي في الزي بكام؟ بناقص ان. ناقص ان ده اللي هو ناقص الايماجينري بارت اوف زي، الايماجينري بارت اوف ايه؟ اوف زي. خلاص، يبقى اذا لو انا ضربت عدد كومبلكس في جي بيقلب الريال بارت يخليه ايماجينري بارت، والايماجينري بارت بيقلبه ناقص الريال بارت. خلاص، يبقى عندنا بقى، هرجع للمساله بتاعتنا، لو ايه بتساوي جي، ان هي عدد كومبلكس، يعني ابسط صور عدد الكومبلكس. وافتكر بقى ان الواي 3 بتاعتي كانت اوف ان كانت بتساوي كام؟ نرجع كده ونشوف اهي، الواي 3 كانت بتساوي ريال بارت اوف اي اكس 1 بلس بي اكس 2، يبقى كانت بتساوي اهي، يبقى كانت بتساوي الريال بارت دي الاي اكس 1 اوف ان بلس بي في الاكس 2 اوف ان. لو الاي بتساوي جي، اف اي بتساوي جي بقى، لو الاي بتساوي جي يبقى ده هيساوي ها الريال بارت للحصل ده، قلنا ان ده هيساوي ناقص الايماجينري بارت للعدد بتاعنا اللي هو اي مالتيبلايد باي او الايماجينري بارت للاكس 1. يبقى الايماجينري بارت مين؟ الاكس 1، طبعا للقانون اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه اهو، ان الريال بارت بتاع حاصل ضربهم هيبقى ناقص الايماجينري بارت للزي لوحده، الزي لوحده هنا اللي هو اكس 1، يبقى ناقص الايماجينري بارت للاكس 1 تمام، زائد هنفترض جدلا ان البي ريال زي ما هي، يبقى ده زائد الريال بارت خليه زي ما هو حتى البي في الاكس 2 اوف ان. يبقى واضح جدا ان ده مش هيطلع لي، ده لا يساوي الاي في الواي 1 اوف ان بلس البي في الواي 2 اوف ان. ليه ما بيساوهوش؟ لان طلع الناتج ده ما هوش الواي 1. تعال نشوف كده، لو انا ضربت الـ 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 العدد ايه في الحاله دي في او الواي واحد ضربته، تعال نشوف كده، لو ضربت الواي واحد دي في ايه بره ولا هتفرق معايا. ليه؟ لان الريال بارت اوف اكس 1 انا موجود عندي مين في الموضوع في المساله تحت، بقت موجود ناقص ايماجينري بارت للاكس 1 مش الريال بارت بتاعها، وبالتالي لا يساوي واي واحد في كل الاحوال، لا يساوي الواي واحد في كل الايه الاحوال. حتى لو انا حطيت الايه، لو ضربت الايه في الواي واحد، لو ضربت الايه حتى لو هي بتساوي جي في الواي واحد، هنا هتبقى الجي في الريال بارت اوف الاكس 1، وبالتالي ده لا يساوي الريال بارت للاكس 1 مثلا، هتبقى ما هواش بالضروره اللي هو العدد اللي احنا قلنا عليه خالص، مش او لا مستحيل تكون بتساوي ناقص الايماجينري بارت للاكس 1، وبالتالي القيمه دي لا تساوي اي واي في الواي 1 بلس بي في الواي 2، وبالتالي الناتج بتاعي في الحاله دي هيبقى السيستم ذا سيستم از نوت
linear او بنسميها او بنقول عليها non non linear. يبقى السيستم بتاعي non non linear. يبقى ارجع تاني وشوف ان ناقص imaginary part لل x1 لا يساوي بالخالص بالمرة ان انت حتى لو انت ضربت ال a وهي عدد كومبلكس في ال y1 او مستحيل تساوي ناقص الimaginary part لل x1. مستحيل تساوي ناقص. ليه؟ لان الريال بارت اوف اكس 1 خلاص الايماجينري بارت اوف اكس 1 اختفى، لان حتى لو انت ضربته في الاي والاي بتساوي عدد كومبلكس جي مستحيل يحصل نفس النتيجه ده. يبقى انت جيت لو انت جيت ضربت كده، لو انت جيت ضربت ان الجي في الواي 1 اوف ان هتساوي الجي مضروبه في الريال بارت للاكس 1 اوف ان، يبقى لما تيجي تشوف هتبقى جي مضروبه في الريال بارت، فين الايماجينري بارت؟ مستحيل. يبقى ده لا يساوي ناقص الايماجينري بارت اوف اكس 1 اوف ان اللي هي القيمه دي، وبالتالي النتيجه دي لا يتساويها. يبقى اذا اللي لسه ما اقتنعش اهو، انا حتى ضربت لك ال1 في الجي هي لوحدها، فالريال بارت الاكس 1 ما عادش بقى خلاص فيه، هيطلع منه مين؟ اللي هيطلع من الحته دي من الجزئيه دي الريال بارت الاكس 1 بس، فين الايماجينري بارت؟ اختفى خلاص، هيختفي. مش فلما اجي اضرب الريال بارت في الجي مستحيل يساوي الايماجينري بارت ناقص الايماجينري بارت الاكس 1، لان مفيش اصلا، مش هلاقيه، مش هلاقي الايماجينري بارت الاكس 1 اصلا. ده انا مجرد ضربته في جي فهو صحيح بقى ايماجينري بارت، صحيح بقى ايماجينري بارت، بس ما لا يساوي ناقص الايماجينري بارت الاكس 1 خالص خالص. ليه؟ لان الايماجينري بارت هنا اختفى تماما بعد ما خرجت الريال بارت، الايماجينري بارت اختفى تماما فمش موجود. فلما اجي اقول ان هل جي في الريال بارت الاكس 1 بيساوي ناقص الايماجينري بارت الجزء بتاعه، مستحيل يتساوي، مستحيل ايه يتساوي. وبالتالي الايكويشن بتاعتي دي لا يتساوي في الحاله دي، وان السيستم بتاعي ما هوش جي. يبقى دي مساله صعبه جدا، مش صعبه جدا، من المسائل اللي هي محتاجه ان انت تبقى مركز جدا فيها. يبقى اذا بقى عندي تو كيسز. الكيس الاولى ان لو ال A وال B بوث ريال، ده هيطلع هنا لينير، هيؤدي الى ان السيستم بتاعي لينير. وان ان لو واحد منهم ده اور ال B بتساوي جي، يعني واحد منهم كفايه، يبقى هيؤدي الى ان السيستم بتاعي نون لينير. هيبقى السيستم بتاعي يبقى نون لينير.